مامالي بنرحب بيكي في اهل مصر. عرفينا بنفسك. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اقول لازم الترحب بترحب ربنا، لازم اقول الترحب في وقت انا بقالك 3 سنين في مكافاه بالرب قفت نتيجه علاج طبيعي حلو، وكابتن مادر انا بعملها على طول بقالك 7 شهور عنده طبعا. وعلى حسابي علاج طبيعي. بتعملي العلاج الطبيعي بكام؟ التبعين والثالثه بتاع علاج طبيعي التبعين 50 دينار تتاخر في 50 بهارات. 70 جنيه ده في الشهر ولا في الجلسه؟ لا في اليوم بتاع بس علاج طبيعي تبعين ساعه علاج طبيعي 70 جنيه. ساعه علاج طبيعي تبعين بتاع التطاقم ب 50 بتاع بهارات ب 40. بتعملي لها كام جلسه علاج طبيعي؟ 3 ايام في الاسبوع، تعب بروح وتعب بره. فلوس. وفي ناس استاذ محمد ابو ملا هو واقف جنبي، تعب في الدنيا وتعب ما فيه. واولا العلاج كل شويه اديب على حسابي وتعب ما فيه. علاجها بكام؟ العلاج في اللي بتاع التمر في المخ 3000 جنيه، وتعب علاج بقالك 3 مرات في الطحن. حالات وقف الدكتور محي العطاب الله يبارك، الدكتور محي العطاب مستاذ ورحم تليفون الدكتور محي العطاب. تمام. والسمع عنده الله اكبر عليه، وكل شويه اديب علاج على حسابي. وتعب العلاج دوت بتاع التمر في المخ ب 450، وتعب اديب وتعب وقفوه وعلى حسابي تبع الدوله ولا تبع التامين وتبع الدوله زي كل شويه تتعقلي تتمي تقول عبد متعب امتى؟ يجيب الفلوس منين؟ بابا شغال ايه؟ لا بنضحك لحد ما ربنا اتدرب اعمل ايه؟ اضحك تلاقوا اعمل ايه؟ مره ابيع الحلقه ذهب، مره ابيع الدبله محبس، اعمل ايه؟ اجيب الدبله ارميها يعني حرام؟ ده في واحده قالت لها ارميها على دم ومطرحيه وماتت واحده، حرام. وعاد اداره دي 1000 جنيه وانا امتى قابلت ابويا ومحطنا بتاع واربع بنات قاعده بيت ابويا وانا قاعده بره. ليه كده؟ ليه ابويا اهي الله يرحمه وليه بيت ابويا حفناه التاني يا مولود اربع تير لاوروبا، مولود تير لاوروبا وتوأم، واحد مات واحد عيطة وقعد في حضانه 4 طير ونط وتخيله دم لبن بمبل. وبعد ما طلعت حضانه عملنا لها عمليه عناء الحول. دكتور احمد امراض اللي هو في المستشفى بالريف تحفه، عمليه حلوه. وبعد عمليه عملنا علاج طبيعي نتيجه في علاج. هي بتعاني من ضمور في المخ وايه تاني؟ ضمور في المخ والابتعاد ورتم المخ وكل ده على حسابي. هي عندها كهرباء زياده في المخ؟ لا خلاص حط الكهرباء. يقول لي روح اعمل علاج طبيعي في المستشفى المطريه تبع التامين وببلاش. بس ايه؟ حلوه. بيفوضوا العلاج الطبيعي وقعدوا بيلعبوا في التليفون وبيشتغلوا ايه؟ وحلاوه. ما ينفعش. انت شايفه ان في تحسن يعني بيبقى؟ الحمد لله. طب انت بتطلبي ايه؟ بصراحه مطلوبه انا عايزه حد يقف بس ينفع العلاج الطبيعي دوت. والتثقف على الدوار هتعرف علاج. والتقف اداره دي 1000 جنيه. انا مقدمه التقف تبع الحي. وايه قال لي ما فيش تحت؟ خلينا بس في بنوتك، انت طلباتك ايه ليها؟ طلبات انت عايزه ايه ليها؟ طلبات علاج طبيعي وتثقف بس وتقرا والعلاج وتقرانا الطرف في المخ الاعطاف وبمبر. انت بنت عايزه حاجه تاني طيب تقوليها؟ لا انا عايزه بنت، انا عايزه حد يكتب لها بس تسافرها بره متى ايه؟ تمت امتى؟ وتتكلم امتى؟ بس عايزه حد يقول لي تتكلم امتى وتمشي. عايزه تتكلم بس امتى؟